السيد محمود خوشنا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أهلا بك سيد الكريم. إذ ما أردنا نتحدث في بداية الأمر عن موقف الاتحاد الوطني الكردستاني من مقاطعة جلسة أو هذه الجلسة، بصراحة يعني هذا الموقف أعده البعض أنه مبهم، على اعتبار أن الإطار أو عفوا الاتحاد الوطني عند مرشح لرئاسة الجمهورية، لماذا لم يقدم مرشحه لهذه الجلسة وهو الدكتور برهم صالح؟ وتحية لمشاهديكم. يعني صراحة الاتحاد الكردستاني يرى بأن منصب رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية مؤسسة دستورية مهمة، ويجب أن تكون ضمن التفاهم والإفضاء الوطني. الاصطفافات السياسية السابقة لم تنفع ولم تتناغم وتتأقلم مع النصوص الدستورية بما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، وأيضا تكليف رئيس مجلس الوزراء، وحتى بما يتعلق بهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي. لذلك نعتقد بأن إذا أردنا أن نخرج من عنق الزجاجة أو نقدم نموذج نستطيع من خلاله أن نخدم الدولة العراقية، نواجه التحديات كما قلنا وقالوها، نبدأ بمشروع الإصلاح ومحاربة الفساد وبناء الدولة بنمطها الجديد، نستفيد من الأخطاء السابق. نعم. بالتالي جميع الأحزاب سواء كان في التحالف الثلاثي أو في الطرف الآخر هم ليسوا أحزاب ناشئة، وإنما هم أحزاب تقليدية وكانوا مشاركين في جميع الحكومات، وحتى هذه الحكومة هم مشاركين فيها يتحملون إيجابها وسلبها. لذلك نعم. إذا أردنا نحن في الاتحاد الوطني نريدها، وإذا أردنا كقوى مجتمعين مع بعض أن نخرج العراق من هذا المأزق، يجب أن نذهب سياسي يتأقلم مع النصوص الدستورية. نعم. صراحة يترجم وكأنه سياسة كسر العظم أو ليلة ذرة. نعم. طيب سيد محمود، أود الحصول من حضرتك على تفسيرات واضحة ومفصلة حول موقفكم من هذه الجلسة. الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن بأنه ضمن الثلث الضامن، نعتقد بأن الثلث الضامن هو الثلث الدستوري. وقضية مقاطعة جلسة مجلس النواب العراقي صراحة في الجلسة السابقة لانتخاب رئيس الجمهورية الإخوة قاطعوا في التحالف الثلاثي، ولم نقولهم ولم نخونهم ولم نقول لهم لماذا قاطعتوا، على العكس ثمنا الدور لكي نذهب إلى تفاهم وتحاور إيجابي نتمكن من خلاله أن نصل إلى اصطفاف سياسي يتأقلم كما النصوص الدستورية. لذلك موقفنا واضح، نحن في الثلث الضامن نعمل على إيجاد مخرج أن نصل إلى نقطة انطلاق مشتركة مع جميع القوى السياسية، بدءا بتفاهم الإطار والتيار وأيضا العزم والسيادة، وأيضا الاتحاد الديمقراطي، لا غير أن نذهب إلى هذا الاصطفاف فوق التوازنات السياسية. هذه التوازنات لم تأتي اعتباطيا ولم تأتي يعني بدون الاستناد إلى المعطيات الواقعية للدولة العراقية. لذلك لا نريد أن نكون نذهب إلى النمط التجريبي، لأن تعلمون بأن العلم الاجتماعي السياسي قلتها في أكثر من منبر لم يعتمد النمط التجريبي في التعامل مع ملفات السياسية، على العكس يجب أن نذهب إلى استقراء حقيقي وفق المعطيات والبيانات الحالية، وأيضا طبيعة الدولة العراقية. الدولة العراقية طبيعة مكونات سوق خاطئا بصورة خاطئة بأن قضية التوافق والتفاهم هي سيئة الصيت، وباعتبارها هي كانت يعني استطيع ان اقول احد مفاصل الفساد. لا، على العكس، الكل كانوا مشتركين في هذه الحكومه، كانت لديهم وزارات مهمه في الدوله العراقيه وحتى هذه اللحظه. لذلك اذا كانت قضيه الفساد وكان اذا قضيه الكل يتحمل هذا الموضوع بقدر مشاركته، لكن الان المرحله تختلف، العراق في وضع حساس، مرحله حساسه، يجب ان يكون هناك التئام سياسي. الاتحاد يشد من هذا الموضوع، يعزز جميع المواقف التي يعني تذهب بهذا الاتجاه، على العكس نعم. من يصر مستعجلا ومتسرعا ان يذهب الى اقصاء الاخرين وضرب التوازنات السياسيه بالتاكيد لا يستطيع ان يحقق شيء، والدلالات واضحه والمؤشرات واضحه. اذا اردنا ان يكون هناك حكومه توافقيه لا خلافيه، لان صراحه قالوا بان التوافق هي سيئه الصيت، على العكس إذا عائلة من 4 أفراد لم تتوافق ستنهار، فكيف الدولة العراقية؟ وهي عكس كلمة التوافق هي الخصومة والخلاف. إذا لا يجوز أن نذهب إلى حكومة تخاصمية أو سلطة تخاصمية. نعم، نؤمن بالموالاة والمعارضة، نثمن هذه الأدوار، يجب أن لا نستخدم المستقلين ونقزم دورهم في قضية تكملة النصاب. نعم. يجب أن نعزز دورهم، نثمن مواقفهم، نثمن تجربتهم الجديدة. لذلك نحن مجتمعين نستطيع أن نقدم نموذج باعتبار التوازنات السياسية المكوناتية والسياسية استندت إلى مفاهيم دستورية. طيب سيد محمود، فيما يتعلق بتوقعاتكم حول اكتمال النصاب لهذه الجلسة، هل سيكتمل النصاب؟ هل ستمضي هذه الجلسة بترشيح رئيس الجمهورية أم ماذا؟ وما هو موقفكم في حال تم ترشيح رئيس جمهورية؟ لا،
نحن متيقنين تماما اذا كانت هناك اراده وطنيه وفضاء وطني فالسيد برهم صالح وفق مؤهلاته الوطنيه اضافه الى شروطه الدستوريه والقانونيه سيكون رئيس جمهوريه الدوله القادمه، ولكن لا نريد حتى هذا الموضوع ان يتحقق دون التئام سياسي. القضيه ليست الاستحواذ على المناصب والاستفاده سوء استفاده من الدعوات الايجابيه، وانما على العكس يجب ان نستفيد من هذه الدعوات بصيغه ايجابيه. ونحن يعني متيقنين تماما بفوز السيد برهم صالح في حال الوصول الى الجلسه، لكن لا يجوز ان يكون على حساب الالتئام السياسي، لا على حساب مستقبل الدوله العراقيه، على الاستقرار السياسي الاقتصادي الامني، وايضا ان لا تتدهور الاوضاع السياسيه، لان صراحه في المحيط العراقي والابعد راينا بان في حال عدم الاستقرار السياسي يضرب السلم الامن المجتمعي. هذا ليس تخويف وانما تخوف، تخوف من هذه النقطه. لذلك نشجع جميع المواقف التي تحافظ على قضية الاستقرار السياسي الذي يتبعه استقرار اقتصادي وأمني، وبالتالي نصل إلى على الأقل أن نحافظ ما نحن عليه الآن ولا نتراجع. لذلك يجب أن تدرك عندما قلت علم الاجتماع السياسي يركز على 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 المنهج الاستقرائي والمنهج الإحصائي والمنهج المقارن بالنهاية، وعدم اعتماد المنهج التجريبي هو أن لا ندخل إلى نسلم العراق إلى الأقدار. لا يجوز أن نسلم مستقبل العراق إلى الأقدار، يجب أن ندرس ونستقرأ قراءة واقعية منطقية وفق البيانات وفق المعطيات حتى نتمكن من تقديم الشعارات الإيجابية. القول هنا وهناك صراحة المواطن العراقي لديه وعي ثقافي كبير وهو غير ساذج، يعلم بأن أقطاب التحالف الثلاثي كانوا في الحكومة وما زالوا الآن في هذه الحكومة ولديهم مناصب كبيرة وهم مسؤولين عن ما حصل في السابق. لذلك لا يجوز أن نستخف بوعي الثقافي والسياسي للمواطن العراقي، يجب على العكس أن نتكلم بشجاعة ونقول كما أقوله الآن، نحن في الاتحاد الوطني نتحمل مسؤولية الإخفاق في السابق بقدر حضورنا. يجب أن نتكلم بهذه الشجاعة لأن المواطن العراقي ليس ساذجا كما أسلف. لذلك المرحلة المقبلة والمرحلة الحالية مرحلة حساسة، لا يجوز أن نتخطى القروة السياسية الموزونة والتي أنا أقول لك بأنها حاكمة في بعض المناطق. على سبيل المثال الاتحاد الكردستاني حاكم في إقليم كردستان مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ولديه تقريبا نصف الاقليم تحت نعم. طيب سيد خوشناو لو سمحت لي، حضرتك تحدثت قبل قليل عن الالتئام السياسي وقلت لابد من توافره بين القوى السياسيه، ما هي او كيف ستصبح علاقتكم بالحزب الديمقراطي الكردستاني بعد ذلك؟ يعني صراحة ما نحن والديمقراطي يجب أن تكون علاقتنا جيدة، يجب أن ومع جميع القوى السياسية أخرى باعتبار الاتحاد والديمقراطي كما أسلفت حزبان مسؤولان في الإقليم. في حال اختلال التوازن في بغداد سيختل التوازن في الإقليم ونعود إلى مراجعة التفاهمات والاتفاقات السابقة التي لربما سيخسر الحزب الديمقراطي الكردستاني ذلك كثيرا. إذا تنظرين إلى إعلان مقاطعة جسم المسنوع بالعراقي، القوى السياسية تقريبا كلها قاطعت، التي أقصد القوى السياسية الكردية التي تواجه الحزب الديمقراطي في قضية حتى في حكم الإقليم لدينا ملاحظات. لذلك نحن مع التحاور والتفاهم، نحن لسنا مع سياسة فرض الإرادة وكسر العظم كما في الطرف الآخر. لذلك إذا أبقينا على التوازنات السياسية سنبقي على التفاهمات والاتفاقيات التي من خلالها نتج عنه هذا الاستقرار السياسي والاقتصادي نوعا ما الإقليم. نعم، أود أن أشكرك على انضمامك معنا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد محمود خوشنا، وشكرا لجنبكم الكريم.